الصحراء السامة ظهرت على القعر الجاف لأكبر البحار في العالم، أصغر الصحارى عمراً. سببت ظهورها مزارع القطن التي جففت بحر آرال في سبيل أن تكون آسيا الوسطى أكبر مصدر القطن في العالم. صحراء أرالكوم برهان الطبيعة لإدانة البشر على تغيير وجه الكون. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بالتعليقات. قلما كانت المشاريع الناجحة نظيفة الخلفية، حيث لا يمكن ضمان نجاحها دون مخلفات كارثية غالبا لا يتم الكشف عنها وتبقى ضمن الصناديق السوداء. ولكن في هذا الموضوع الطبيعة هي من كشفت الكارثة ووضعت أمام أعين البشرية واحدة من جرائم الإنسان في حقها. في فترة الثمانينات كان هاجس السوفيات تحويل آسيا الوسطى إلى أكبر منتج القطن في العالم، وفعلا تم تحقيق ذلك وتصدرت أوزباكستان قائمة أكبر مصدر القطن، وذلك بعد أن قام السوفيات بتنفيذ مشروعات ضخمة للري والزراعة. ومن أجل زيادة الإنتاج قاموا بتحويل مسار نهري آمو وسير داريا للري، الأمر الذي سبب نقصا كبيرا في تدفق المياه لبحر آرال، وقضت المبيدات والمواد الكيميائية على الحياة البحرية فيه. وبعد أن كان آرال من أكبر البحار الداخلية في العالم، جف بصفة كاملة تقريبا ولم يبق منه سوى بحيرتين صغيرتين. جفاف آرال كان بداية لتكون صحراء حديثة وولادة أراض جافة، على إثره أطلق عليها اسم صحراء أرالكوم، وتشكلت جزئيا نتيجة لتسرب الرمال والرواسب الطينية التي تركتها المياه المنسحبة من البحر. تأثرت المجتمعات المحلية بعد ذلك بشكل كبير، حيث انخفض مستوى الصيد والاقتصاد المعتمد على المياه. واليوم تغطي صحراء أرالكوم مساحة تزيد قليلا عن 350 ألف كيلومتر مربع، مما يجعلها واحدة من أكبر الصحاري في العالم، وتتموقع بين البحر القزويني وجبال تيانشان في جنوب شرق كازاخستان وشمال غرب أوزباكستان. وتحولت المنطقة من المناخ الرطب إلى المناخ القاري الجاف، كما تعاني أرالكوم من ظاهرة الرمال الطائرة التي تؤثر سلبا على البيئة والزراعة والأنشطة البشرية، وهي ظاهرة تحدث عندما يكون لدى الرياح القوة الكافية لرفع حبيبات الرمل من السطح إلى الهواء. وللأسف فإن سلبياتها تتعدى إيجابياتها، فالرمال الطائرة لها تأثيرات عديدة، منها تشكل التضاريس والكثبان الرملية وتغطية مساحات كبرى بالرمال، مما يؤثر بشكل سلبي على النباتات والحيوانات، إلى جانب تآكل البنية التحتية والمباني. إضافة إلى ذلك فهي تمثل خطرا صحيا على المتساكنين. ارتبط تكون صحراء أرالكوم بعديد الأحداث التاريخية المهمة، كما أن مميزاتها الجغرافية جعلتها منطقة جذابة للعلماء والباحثين بفضل بيئتها، حيث تتميز بمناطق رملية وكذلك سهولا شاسعة تحتوي على مختلف النباتات المقاومة للجفاف. والأهم من كل ذلك، وبالرغم من الجفاف الكبير لصحراء أرالكوم، فإن هناك مصادر مائية جوفية هائلة تلعب دورا مهما في دعم النباتات والحيوانات الصحراوية، وكذلك آبار جوفية تستخدم للري الزراعي والشرب في بعض المناطق. ولصحراء أرالكوم شواهد جيولوجية ثرية بها بقايا حيوانات ونباتات قديمة جدا، يرى الجيولوجيون أنها قد تكون إجابة لعديد الأسئلة حول تطورات المنطقة التاريخية، بينما يرى محللون آخرون أن التجارب والاهتمام الكبير بالمنطقة مرتبط أساساً بمحاولات حل لغز أحد المقرات السرية السوفياتية التي أقيمت قديماً هناك وكانت مخصصة لتجارب الأسلحة البيولوجية، وخوفاً من انتقال أي كارثة بسبب البراميل القديمة بالمنطقة إلى السكان، قامت السلطات الأمريكية في إرسال فريق مختص لتمشيط المنطقة وتنظيفها.
وتعاني صحراء أرالكوم يوميا بسبب 75 مليون طن من غبار الأملاح السامة التي تحملها الرياح كل عام من القعر الجاف لبحر أرال إلى امتداد مسافات غير محدودة. أثر ذلك على نوعية الأمطار التي باتت نسبة الملوحة فيها مرتفعة، إضافة إلى الكميات الكبيرة التي تحتويها من كلوريد الصوديوم والمواد المسرطنة، والتي تعود إلى المبيدات الحشرية التي استعملها السوفيات. للأسف فإن كل هذه المواد قد تغلغلت في السلسلة الغذائية بالمنطقة، ونتج عنها عدد لا متناهي من الأمراض التي يعاني منها الأهالي. اليوم إذا ما نظرت إلى المنطقة التي كانت أكبر بحار العالم، سترى بقايا سفن راسية على شواطئ من الرمال يدعوها البعض بمقبرة السفن الصادئة الراسية على بحر من الرمال، مشهد فيه من التناقض ما يثلج الصدر. ترى فيه صحراء أرالكوم السامة تجتمع فيها سفن البحار وسفن الصحراء من الإبل في وقت ومكان واحد، وإلى اليوم ما زالت هذه المنطقة التي شهدت عصرين جيولوجيين مختلفين وانتقالا من البحار إلى الصحاري، وجهة للعلماء والخبراء ودليلا آخر على تخريب البشر للكون. وأنتم أخبرونا إن كنتم قد سمعتم عن هذه الصحراء من قبل، ولا تنسوا إخبارنا عن رأيكم في التعليقات.